وصلنا الآن إلى خمسة من سلسلة تمارين استخراج وفصل الأنواع الكيميائية والكشف عنها. بالنسبة للتمرين الكون كيقول يتوفر بنزالديد على رائحة تميز الموز المر، وهو نوع كيميائي يمكن تصنيعه. يعطل شراب اللوز مستخلص اللوز المر. خلال هذا التمرين نريد جواب على السؤال التالي: هل شراب اللوز معطل مستخلص طبيعي أم مصنع؟ أولا، استخراج مستخلص اللوز من شراب اللوز. اختيار المذيب. عندنا مجموعة الجداول كيعطونا المعلومات. أولا، قام بتحليل معطيات الجدولين، استنتج المذيب المناسب لاستخراج مستخلص اللوز من الشراب. إذا قلنا الشروط ديال المذيب، شروط اختيار المذيب كاين جوج رئيسيين. أولا، ذاك النوع اللي باغي نخرجو اللي هو البنزالديد هنا يكون شديد الذوبان في هذا المذيب. ثاني حالة هو أن ذاك المذيب اللي غنستعمل يكون غير قابل للامتزاج مع الماء. دابا باش نتبع عند الجدول ونشوفو البنزالديد وغندوزوه مقارنة مع ذاك المذيبات اللي عندنا. البنزالديد الماء يذوب في الماء، وبالنسبة لعند أكسيد ثنائي الإيثيل شديد الذوبان، وبالنسبة للإيثانول شديد الذوبان. إذا هنا غنحصل القضية بين أكسيد ثنائي الإيثيل والإيثانول. لا غادي نمشي نشوف شكون في هادو غير قابل للامتزاج مع الماء. إذا مشينا لعند أكسيد ثنائي الإيثيل كاتبين تما تحت الماء، كتبتو غير قابل للامتزاج، بينما الإيثانول هو قابل للامتزاج مع الماء. إذا اللي كيتحققو فيه الشروط بجوج هو أكسيد ثنائي الإيثيل. إذا غنشوفو هنا لكي يكون المذيب مناسبا للاستخراج يجب أن يكون النوع المراد استخراجه شديد الذوبان فيه، وأن يكون غير قابل للامتزاج مع الماء، ويكون متطاير، يعني درجة الحرارة ديال الغليان ديالو تكون صغيرة، وأن يكون متطايرا. إذا من خلال نتائج من خلال معطيات جدولين نجد أن البنزالديد شديد الذوبان في أكسيد ثنائي الإيثيل كما أن هذا الأخير لا يمتزج مع الماء. ولا باش نجبرو نشوفو درجة الحرارة ديال الغليان ديالو وهي 35 درجة، كما أنه متطاير، يعني يتبخر عند 25 35، ربما كنظن يتبخر عند 35 درجة سلسيوس. إذا من خلال النتائج دول كنلقاو بأن هذا المؤذي هذا أكسيد ثنائي الإيثيل هذا مفرط في الشروط ثلاثة، هو أن ذاك النوع البنزالديد كيدوب فيه بشدة، هو أن هذا أكسيد ثنائي الإيثيل لا يمتزج مع الماء، وأيضا يتبخر عند درجة حرارة منخفضة اللي هي 35 درجة. إذا المذيب المناسب لاستخراج البنزالديد هو أكسيد ثنائي الإيثيل نعقلوا على الشروط ديال استخراج المذيب. الآن ثانيا نأخذ حجم في كسوة 10 ملليلتر من شراب اللوز. قالت ما هي الأداة المناسبة لقياس هذا الحجم؟ نشوف أدوات قياس الحجم. كاين المخبر المدرج، كاين المصة، كاين الحوجلة، مجموعة ديال الوسائل. غير هي فاش كنبقاو واحد الحدود تقريبا 20 سنتيم 25 سنتيلتر مللتر، من 10 20 25 مللتر، كتكون المصة المعيارية أداة مناسبة جدا لقياس الحجم. بما أن الحجم هو
10 ملل غتبع لينا السؤال الثاني. الأداة المناسبة لقياس 10 ملل هي ماصة معيارية من فئة 10 ملل. إذا الماصة الآن قال نفرغ العينة المأخوذة يعني لك 10 ملل نفرغها في دورة ثم نضيف إليها 5 ملل من المديد اللي هو أكسيد ثنائي الإيثيل اللي خسرناه. قال ثم نحرك الخليط ونتركه بعد ذلك يسكن. متى سنلاحظ؟ إذا خذينا السؤال 3 خذينا الدرواق وضعنا فيه 10 ملل من الخليط وضفنا له 5 ملل من المذيب وحركنا بعد عملية تحريك حركنا وتركنا باش غادي نلاحظوا نلاحظوا لان هنا غيكون عندي طور مائي وطور عضوي. اذا بقينا نعرف غير شكون هو الطور اللي غادي يكون لتحت والطور اللي غيكون فوق. هنا كيخصني نمشي نشوف الكثافه. اذا غنمشيو للجدول الثاني غنشوفوا اوكسيد ثنائي الايثيل كتبات تما الكثافه ديالو هي 0.71 0.71 اصغر من واحد اللي هي ديال الماء. اذا الماء الطور المائي غادي يغوص. اذا هنا غيكون عندي الطور المائي وهنا غيكون عندي الطو العضوي اللي كتكون نش من المودي وبنزالدي المودي زائد بنزالدي بنزالدي. إذا نحولوا إلى نقاط كيف ماذا سنلاحظ؟ إذا بعد سكون بعد سكون الخليط نلاحظوا طورين طور عضوي في الأعلى. علاش؟ لأن كثافة المذيب أصغر من واحد وطور مائي في الأسفل. السؤال 4 الآن قال ارسم شكلا توضيحيا ولا وصفيا موضحا مكان تواجد مستخلص اللوز. إذا 4 بشكل توضيحي من هي التبيانة هذه اللي عندنا هنايا غادي نقلها هنا الدورق هو هذا عندي هنا الطور تحت غيكون الطور المائي وهنا فوق غيكون عندي الطور العضوي وخاصة الطور العضوي هو اللي فيه المذيب زائد بنزالدهيد. الآن قال كيف يمكن الحصول على الطور الذي يحتوي على البنزالدهيد يعني الطور العضوي؟ لكن باش تحصل الطور العضوي في العملية ديال استخراج المذيب كنستعملو عملية تصفيق. إذا نكتب هنا 5 للحصول على الطور العضوي نستعمل عملية التصفيق. ثم قال لك والجهاز المستعمل عملية التصفيق بواسطة حبابة التصفيق أو أنبوب التصفيق. من بعد قال لك كيف يمكن التخلص من المذيب. إذا بعد ما كنحصلو الطول العضوي اللي فيه المذيب والنوع المناسب لاستخراجه قلنا عملية التخلص بالمذيب من المذيب هي كتسمع عن طريق التبخير ديالو التسخين. إذا يمكن التخلص هنا عند المجموعة الأولى للتخلص من المذيب نسخن الطور العضوي وذلك لتبخير المذيب. للتخلص من المذيب نسخن الطور العضوي وذلك لتبخيره. إذا وذلك تبخير المذيب تبخير لأن أصلا كنخسرو في البداية متطاير يعني كتبخر درجة الحرارة منخفضة.
الجزء التالي اللي هو التحليل الكروماتوغرافي، ده السؤال الأول. قال لك صف مراحل تحضير وعاء التحليل الكروماتوغرافي. شفنا في الدرس عملية تحضير وعاء التحليل الكروماتوغرافي عملية بسيطة. كنا كناخدو شي إناء عبارة عن كأس أو إناء للتحليل الكروماتوغرافي، كناخدو واحد الإناء وكنقومو بالتنظيف ديالو وكنوضعو فيه قليل من المذيب بحيث ما يكونش العمق ديالو كبير. إذا لتحضير إناء التحليل الكروماتوغرافي نأخذ كأسا ونضع بها قليل من المذيب المستعمل. ثانيا نحضر صفيحة تحليل كروماتوغرافي بوضع نقط صغيرة في من بنزنديل مصنع رو زيرو بي، مستخلص اللوز المر الطبيعي في نقطة أ، مستخلص الشراب المدروس في نقطة سي. صف كيفية وضع الصفيحة داخل الوعاء واشرح ضرورة إغلاق الوعاء بعد ذلك. إذا قلنا مسألة عن طريقة ولا شروط ديال وضع الصفيحة داخل الإناء، شفناها في السؤال، كان صفيحة في السؤال قبل. قلنا بأن خصني ندخل وضع الصفيحة في وضع رأسي دون ملامسة الجوانب الداخلية للإناء وبدون أن ذاك القطرات اللي غادي لها تحليل كروماتوغرافي تغمر في المذيب. إذن أنا نكرر عليها. إذن خلال وضع صفيحة تحليل الكروماتوغرافي داخل الإناء يجب مراعاة عدم لمسها للجوانب الداخلية للإناء وكذلك عدم غمر المواد المدروسة في المذيب. هنا إغلاق إناء التحليل ضروري وذلك لتجنب تبخر المذيب الذي يكون متطايرا. نحن بالنسبة للمذيبات نختار بأنها تكون متطايرة، إذا لم تكن سريعة التبخر قدر ذاك المذيب اللي خلينا نقرأ الإناء ديال التحليل الكروماتوغرافي مفتوح يقدر يتبخر وينشف. الآن قال بعد أن يصل المذيب إلى 1 سنتيمتر من حرف الصفيحة العلوي نخرجها من الكأس ثم نعرضها للأشعة فوق البنفسجية. ما دور هذه الأشعة؟ نأخذ من الأشعة فوق البنفسجية الضوئية هو إظهار البقع. شفنا بأنها هي واحدة من الطرق اللي صبناها واللي كتمكننا من إظهار البقع ديال صفيحة التحليل الكروماتوغرافي. إذا ثلاثة دور أشعة تحليل دور أشعة الفوق بنفسجية هو إظهار بقع صفيحة تحليل الكروماتوغرافي. الوثيقة جانبه القتالية القتالية الصدورة الكروماتوغرام محصل عليه. هل الشرم المدروس معطر بنسخة اللوز الطبيعي أم ببنزالديل؟ إذا الشرم المدروس هو هذا، هو هذا الشرم المدروس. كنشوف بأن هنا تحليل الكروماتوغرافي ديالو بين بأن كتكون من ثلاثة الأنواع. الآن قالوا لي واش دايرين فيه اللوز الطبيعي ولا دايرين فيه اللوز المصنع. إذا اللي كانوا دايرين فيه اللوز الطبيعي خص داك المكونات ديال اللوز الطبيعي غنلقاها كلها كاينة في داك الشرم المدروس، ولا كانوا دايرين فيه اللوز المصنع خص داك المكونات ديال المصنع داك اللوز المصنع كلها غنلقاها داخلة في داك النوع. إذا نجي الآن ونحلل، ناخد المكونات ديال اللوز الطبيعي ونشوف واش كاينة في هاد الشرم. إذا واحد المكون هذا هو كاين، لأن مثلا هاد المكون رقم واحد هو كاين هنا، ولكن المكون الثاني والثالث ما كاينش. اذا هذا الشرم اللوز المر الطبيعي ماشي ما دخلش التكوين ديال
شرا المدروس، لان كون كان هذيك خصني نلقى هاد الانواع كاينين فيها، خصني نلقى بقعه هنا ونلقى بقعه هنا. الان غادي نخلي هذا ونمشي نشوف البنزالديد. اذا البنزالديد فيه نوع واحد هو هذا، كنلاحظ بانه داخل في التكوين ديال الشرا المدروس. اذا من هنا كنسجل بان الشرا المدروس راه معطر باش باللوز المصنع، اذا من خلال صورة خمسة من خلال الكروماتوغرام. نلاحظ أن اللوز المر طبيعي لا يدخل في تكوين مادة الشراب، تكوين الشراب المدروس، بينما اللوز المصنع يدخل في تكوينه. نستنتج إذا أن الشراب المدروس معطر باللوز المصنع اللي هو البنزالديد.